ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. العجيب، طب قسم من العلماء الفسدة أيقن وفهم كلام الله ثم أعرض، وقسم منافق، وقسم يعلم ويجادل المنافقين، ثم قسم عطف عليهم ومنهم، أي ومن هؤلاء الذين لا تطمعون في إيمانهم، لا ينبغي أن تطمعوا في إيمانهم، هؤلاء أيضا لن يؤمنوا. لماذا يا رب؟ لأنهم أميون ومنهم أميون. طيب الأمية قد لا تكون وصف ذم، الأمية على حال الإنسان على فترته الأولى أول ما نزل من بطن أمه، أيا كان النسبة اختلف أهل اللغة إلى ماذا ينسب إلى أمه أو إلى الأمة، لكنه لا يقرأ ولا يكتب. ومنهم أميون، طيب الممكن الأمية يتعلم؟ هؤلاء لا يريدون أن يتعلموا. يعني وصف الأمية كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم مدح، لأن الناس يتعلمون من بعضهم البعض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله سبحانه وتعالى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. تخيل أنزل الله كتابا ثم لا يتعلمونه. الكتاب لأي أمة هو جمع بعد شتات، هو نور بعد ظلمة، هو نجاة بعد مهلكة ومفازة، هو حياة بعد موت. الكتاب يجمع شتات الأمة، يبني لها حضارة، يجعل لها مستقبل. كيف لا يتعلمون الكتاب؟ كيف يتحاكمون؟ إلى ماذا يرجعون عند الاختلاف؟ ما الذي يضبط حياتهم؟ هل كلامي أم كلام فلان أم الأقوى أم كلام فلان؟ لابد أن ترجع الأمة إلى كتاب تتحاكم إليه وترجع إليه عند الخلاف، يبصرهم ويقودهم. أنزل الله كتابا منهم من حرفه ومنهم من أعرض عنه. هكذا تفسد الأمم، بين علماء يحرفون وعامة يتبعون، هكذا تفسد الأمم. ولن تصلح الأمة إلا بعلماء يبينون وعامة يتبينون ثم يتبعون. لكن أننا نترك هذه الأمية تجاه الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا يؤدي إلى فساد الأمة، ويؤدي كما ذكر الله سبحانه وتعالى إلى المفاسد التي سوف تذكر بعد هذه الآية. ومنهم أميون، الأمية المذمومة هي الأمية تجاه الوحي،